السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي كريب مالحين بالكفته. العجينه سهله والعماره عاود سهله، يعني ما غاديش تجيكم شي حاجه اللي صعيبه بزاف. فهنا كما شفتوا غنبدا معكم بالكريب باش نخليوه يرتاح وعاد ندوزو نصوبو الحشو ديالنا. عندي هنا ربعه د الحليب، يعني شحال 250 ملي ديال الحليب. انا هذا الكاس كبير كيرفد لي ربعه ديال الحليب. نتوما عبروا شوفوا اللي عندكم هذوك اللي كيكونوا مخططين، عبروا بهم ربعه ديال الحليب. عندي هنا كاس ديال العنبه عامر حتى للفوق بالدقيق الابيض، يعني تقريبا شي 100 125 100 غرام على حسب كاس العنبه. المهم كاس العنبه عمرو حتى للفوق. عندي واحد شويه الملح راني دايره فوق الدقيق. عندي بيضه وحده، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، او ديروا زبده. الا غديروا زبده غديروا 25 غرام ديال الزبده اللي غادي تذوبوها. الا غديروا الزيت غديروا واحد المعلقه كبيره. انا درت معاه هنا شي شويه ديال الفلفله حمراء باش كي لي كريب ديالنا كتجي فيهم واحد اللون زوين. اولا خديت الكاس ديال الخلاط وضعت فيه الحليب والبيض، وغادي نفرغ فيه هاد الدقيق مع الملحه صافي. وغنوضع هاد المعلقه ديال الزيت كما قلت لكم، يمكن لكم تستبدلوها بالزبده صافي. البنات هنا من بعد ما طحنتو كما شفتوا طحنوه مزيان حتى كياخذ وقته في الطحين باش الدقيق ما يبقى لكمش في القاع ديال الخلاط. دابا غادي نخليها تقريبا من 10 دقائق 20 دقيقه شحال ما خليتو الكريب راه مزيان، وندوزو باش نصوبو الحشوه. بالنسبه للحشوه البنات غادي نحتاج هنا واحد البصله كبيره شلتها، وهنا عندي 250 غرام ديال الكفته راه ديجا فيها العطريه ديالها. واخا هكاك غادي نزيد شويه ديال التوابل. عندي واحد معلقه كبيره ديال الزيتون مقطع، وعندي واحد الجزره كبيره او جوج ديروا الا كان عندكم صغار غادي تحكوهم. وعندي الفرماج ديال الساندويتش، والتوابل غنديرهم معكم في يعني على النار. المقله درت فيها غير شويه ديال الزيت لان الكفته كطلق ليدان، وغنشحر فيها هاد البصله هذه حتى تبدا تذبل شويه عاد نرمي العناصر الاخرى والعطريه. صافي من بعد ما تشحرات البصله رميت الكفته والجزر بقا وحده. دابا غنزيد شي شويه ديال العطريه وشويه ديال الملحه. انا ديجا عندي الكفته يعني معطره، ولكن نزيد شويه شويه كما شفتوا. زدت شي شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الفلفل الاسود وفلفل احمر. المهم انا ديجا عندي معطره، ولكن نزيدوا شويه باش حتى ديك البصله كتنسم. صافي البنات كيما شفتوا الحشوه ديالنا وجدات. انا راه طفات الكاميرا، راني ضفت الزيتون فاش تشحرت لي الحشوه كامله. في الاخير ضفت الزيتون اللي عندي تقريبا واحد معلقه كبيره مقطعه، وديتها وجبتها وطفيت عليها ووضعت الحشوه في هذا الطبسيل باش تبرد لي. وندوزو دابا باش نطيبوا الكريم. صافي البنات من بعد ما كيرتاح داك الخليط ديالنا ديال الكريم، هنا خديت المقله هي ما كتلصقش ودهنتها بشويه ديال الزيت، وغنفرغ يعني جهد واحد المغرفه ونوزعها على المقله صافي. نخليها حتى تنشف من الفوق وديك الساعه غادي نقلبها صافي. دابا هنا كما شفتوا قلبتها وهي كتبدا تنفخ معكم، يعني كتدل انكم طحنتوها مزيان. ملي ما كتنفخش راه كتكونوا طحنتوها غير شويه وخليتوها، يعني ما كتجيكمش هكا مهويه من الداخل. صافي البنات ها هما من بعد ما كيطيبوا كما ديما كنقول لكم، ديما الحبه ملي طيب ديروا فوق منها الاخرى وغطيو وانتوما ماشيين، ما تخليهمش هكا زعما بوحدهم راه دغيا غادي يبسوا وحده فوق وحده حتى كتساليوهم، وديك الساعه تقدروا تبداو تخدموا بهم صافي البنات. هنا من بعد ما المهم طلقتهم باش نسربي دغيا، ها انتوما شفتوا غادي ناخذ الفرماج ديال الساندويتش ونديرو في الوسط.
الفرماج البنات يمكن لكم يعني تستبدلوه بالفرماج يعني مبشور اللي عندكم، ماشي ضروري هذا ديال الساندويتش. انا كيعجبني في الكريم. دابا غنوضع فوق منه الحشو ديالنا ديال الكفته. ديما البنات الكريب ما تكثروش في الحشو الزيت، لان ملي كتكثروا فيه ملي كتجيو تاكلوا كيولي كله يدم، فمن الافضل ديروا غير شويه باش تشحروا وتنقصوا العافيه حتى كيطيبوا دوك العناصر. دابا غادي نديرهم على شكل رغيفات بلا ما تقوليهم ما والو، يعني حنا غادي نبريسيهم في المقله وغادي نضغط عليهم، يعني ماشي ضروري بغيتو تقوليهم بشي صفر د البيض مثلا اللي دغيا غادي يطيب لكم في المقله، ما ديروش داك الطحين وداكشي لا. بهذا الشكل هذا صافي البنات. كما شفتوا الكميه اللي درت انا عطاتني هنا كما شفتوا 7 ديال الحبات في داك الحجم اللي شفتوا المقله، المقله راها كبيره. الا ضعفتوا المقادير اللي درتو 2 بيضات ودرتو نص لتر ديال الحليب وجوج كيسان العنبات ديال الدقيق غادي تجيكم يعني كميه اكثر من هكذا، تجيكم شي 14 الكريبه يعني في الحجم ديال المقله اللي كتكون كبيره. فانا درت غير نص المقادير ومهم انا هادو بالنسبه ليا كافيني. دابا غادي نسخن المقله وندهنها بشويه الزبده او الزيت ونبدا نبريسي فيهم. ديما ملي تبغيو تبريسيو كديروا على الجهه اللي كتكونوا طويتو، يعني هاد الجهه التحتانيه هي اللي غادي نديروها على المقله في الاول حتى تشد راسها، عاد ديك الساعه كنقلبوها. انا غادي نوريكم كيفاش كنطيبوه. صافي كما شفتوا دهنت بالزيت وغادي نوضع الكريبات على الجهه التحتانيه كما قلت لكم اللي كيكونوا محلولين. غادي نضغط عليهم شي شويه بحال هكا، حنا الهدف ديالنا غير يتقرمشوا شويه وفي نفس الوقت الفرماج اللي داخل كيذوب. صافي البنات هنا بعد ما تحمرت انا هذا هو اللي بغيت، ما تحمروش بزاف عاود تجيكم الوجه ديالها محروق هكا بارك عليها. صافي البنات كما شفتوا بنفس الطريقه كنديروهم، غير ما ديروهمش كلهم غيغلبوكم وتحرقوا لكم، ديروا جوج بجوج ولا عندكم مقله صغيره ديروا وحده بوحده. ها نتوما بلا ما تقوليهم بلا والو، انا ما قوليتهم لا بصفر البيض لا والو، هما كيلصقوا يعني ما كاينش مشكل فيهم، غير ما تكثروش عاود الحشوه ملي غتجيو تبداو تحمروا فيهم غيبداو تحلوا لكم. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا، ها نتوما شفتوا كيفاش جاو ساهلين بزاف وحسن الحشوه ديال الكفته يعني كتبننهم اكثر. يمكن لكم تبدلوا الكفته باي كفته، يعني كفته ديال الدجاج ولا دلاداند اللي عندكم متوفر راه كتجي زوينه صراحه. غير ملي بحال دابا في رمضان ملي تبغوا تطيبوهم ما تحمروهمش في الاول، خليهم حتى قرب المغرب عاد بريسيوهم باش يبقاو لكم هكا مقرمشين. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها وتعجبكم ونشوفكم فيديو جديده. بسلام عليكم.